تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، على أن تبلي 52 دولة بإفادتها أمام المحكمة في هذا الشأن. وفي كلمته أمام المحكمة أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم، وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط. فالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، ومن هنا ندعو إلى وقف ممارسات الاحتلال وانتصار القانون الدولي ودعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر من عام 2022 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين: الأولى متعلقة بالآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أما الثانية تتعلق بأن تقدم المحكمة رأيا استشاريا بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال والتداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما عاجلا في القضية ربما بحلول نهاية العام.